أنابت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة حرم سمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة نائبة رئيسة مجلس أمناء المبرة الخليفية رئيسة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة البحرية لحضور حفل تخريج الفوج 11 من طالبات الجامعة الملكية للبنات للعام 2019. وبهذه المناسبة ثمنت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجامعة الملكية للبنات للارتقاء بمخرجات التعليم ذات الجودة العالية من خلال تنفيذ برامج أكاديمية لرفد سوق العمل، مشيدة بتميز وتفوق خريجات الجامعة، وهو ما يعكس تميز المرأة البحرينية بشكل عام في مختلف المجالات والأصعدة. وتفضلت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة بتسليم شهادات درجة البكالوريوس لخريجات الدفعة 11 بحضور سعادة السيد وليد بن عبد الله الزامل عضو مجلس الأمناء للجامعة الملكية للبنات والدكتور ديفيد ستيوارت القائم بأعمال رئيس الجامعة الملكية للبنات. هذا وقد خرجت الجامعة الملكية للبنات 123 طالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية، كما ألقت عدد من الخريجات كلمات بهذه المناسبة أعربن فيها عن تقديرهن وفخرهن لخوض هذه التجربة الدراسية الحافلة في الجامعة الملكية للبنات. وقدمنا الشكر للأساتذة الأكاديميين والقائمين على الجامعة، مشيدات بمستوى التعليم الجامعي الذي حظينا به. وفي الختام قدمت الجامعة الملكية للبنات لوحة فنية تذكارية إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من عمل طالبتين ابتهال الأنصاري وزينب ليث، تسلمتها بالإنابة سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة. هو نتاج لدعائم أرسيت على أسس التميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية مثالية. الجامعة الملكية للبنات شهدت تخريج الفوج 11 من طالباتها المتميزات والمتفوقات من مختلف التخصصات، حيث استطاعت الجامعة الملكية للبنات أن تصل إلى مصاف الجامعات القادرة على تزويد سوق العمل بكوادر مؤهلة تسهم في نهضة الوطن وعمران. الجامعة بخريجاتها تساهم بشكل فعال في المجتمع البحريني، واحنا نطلع مساهمات الخريجات الجديدات في مساهمات المجتمع البحريني في القطاع العام والقطاع الخاص والارتفاع لأعلى المستويات. سنوات من الدراسة المجدة مضيت لتحقيق التميز والتفوق لنشهد تخريج 123 طالبة من مختلف التخصصات، وهو ما يعكس تميز المرأة البحرينية في مختلف المجالات والأصعدة. أنا جدا سعيدة وفخورة أني أنا رفعت اسم دولتين، البحرين والكويت طبعا، وأبدا ما حسيت أني أنا بغربة. أنا أشكر البحرين لأنها استضافتني وإني حسيتني أني أنا واحدة منهم وأني أنا بنتهم. يوم حفلة تخرجنا من كلية البزنس تخصصي إدارة أعمال دولية، طبعاً حابة أهدي تفوقي وهذا النجاح للوالد ولكل عائلتي وكل من ساعدني. أنا حصلت على امتياز مع مرتبة الشرف، وهذا اليوم وايد يوم مهم بالنسبة لنا لأنه لخص مشوار وتعب 4 سنوات اللي مضت، والفرحة اليوم لا تقدر بثمن وجميلة جدا. وأقدر أقول أني أنا جدا فخورة أني أكون خريجة الجامعة الملكية للبنات اليوم. خطط ورؤى مستقبلية تجسدت في أن تكون الجامعة الملكية للبنات أول جامعة خاصة في مملكة البحرين تحصل على الاعتماد المؤسسي من قبل مجلس التعليم العالي، كما أنها معترف وموصى بها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان والاعتمادية الدولية من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تحقيقها العديد من الإنجازات الأكاديمية المتميزة، كان آخرها استيفاء متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات كواحدة من أصل جامعتين في مملكة البحرين. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.